ظرف استثنائي يسبق عيد الأضحى هذا العام، فأسواق الماشية أغلقت عبر ولاية الوطن جراء تفشي وباء كورونا. انعكاساتها الاقتصادية تجلت بعد 5 أشهر من انتشارها. وراه كاين تاع 48 فهؤلاء من باعة وزبائن تأثروا من هذا الوضع. بارابور على العام اللي فات وما كانت الناس تخدم شويه، هذا العام لا خدمة لا والو، وزيد الغلا وزيد الغلا شويه. بلا مالادي تو الموند يا لونغواس يا لو ستريس يا تو كاسي فافير انا با لو شوا اون ايساي افيك لا مالادي اون فافير تو بور فار لايد. الحاج الجلالي بائع اغنام من مدينة تيارت، ياتي بحوالي 800 راس ماشية كل سنة الى وهران لتسويقها، لكن هذه المرة تغيرت المعطيات. العام هذا رانا شوية تقبلنا العولة، الطريق، المكان ما لقيناش، كل شيء رانا مقبولين فيه. وسنا من القليان حتى التجار اللي يشروا لينا راهم قلال. الناس السنا ما عندهاش الدرهم ما تشري. على جال حاما خويا على جال المرض راهم يقولوا المرض. غير بعيد هنا بمزرعة الحاج الشاوي وأبنائه تطبيق صارم لإجراءات السلامة الصحية متخذة لحماية عمال المزرعة وزبائنها. قسمين المال هنا في الزرايب كما راكم تشوفوا، كل زريبة واحدة المال يتقسم على حسب السومة تاعه. بصح لك اليوم كيجي أنا موصي الخدامة وهادرين معاهم، كل واحد يقعد في لوطو تاعه، يهود بالواحد بالزوج، لي زونفو ما يهودوش، دراري صغار ممنوع، اللي ماشي داير بافات ما يهودش. وحنا ثاني خافوا على رواحنا وخافوا على خدامه وخافوا على الناس اللي تجي عندنا. ينفرد عيد الأضحى لعام 2020 عن السنوات السابقة، فهؤلاء المواطنون أبوا إلا أن يقتنوا أضحية العيد مع شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي عدوى كورونا.